السلام عليكم وصباح الخير وتحية مع تقدير مع حب لكل من يتابع هذا السناب. الحين توني مرة واصل بعدني بقراطيسي واصل من السعودية. كانت زيارتي للسعودية زيارة سريعة لكن نتائجها جميلة. أهم النتائج لقائي مع سمو الأمير الوليد بن طلال حفظه الله. كانت ترتيباتي كالعادة مرتبة منسقة، كانت ضيافته كريمة، كان استقباله رائع، كان الحوار وياه ممتع وشيق وفي شتى المجالات وبالتركيز على الفن وعلى الفنانين وعلى مسار الأغنية. أعطاني كثير من الأهمية وجلسني جنبه وخذت الحوار وكنا نتكلم في شتى الأمور الكثيرة، وكان حريص على أن يخبرني أن الفن يشرح لي ليالين وين وصل، والفن هو وإحنا أنا أعرف أنه هو الأب الروحي للفن وللفنانين دائما، واللي هو وصل له واللي هو عمله واللي من مهرجانات ومن حفلات ومن جلسات سواء كانت في قصرة أو في منتجعة أو حتى في البر ما لا يعلى عليها، شيء رائع. ويابتنا الذكريات وتكلمنا كثير وبلباقته وباحترامه وتقديره ومحبته اللي اعتز بها. راجعت إلى روتانا العزيزة، فكان دائما هو يقول لنا روتانا بيتكم ومكانتكم وقنواتكم وهذا الشيء. شكرا لك يا سمو الأمير يا أبو خالد، شكرا لك يا العزيز، كرمتني وضيفتني وعزمتني والحوار الشيق هذاك اللي كان، الله عليك وعلى هذا الوقت اللي يعني أكرمتني به وناقشنا وياك وانبسطت كثير. البارحة كانت سعادتي يعني في منتهى الأناس والفرح والسرور والانبساط، طلعت عنك وأنا منشكح الصدر ومستانس وفرحان ومبتهج باستقبالك الرائع. وكالعادة ما نستغرب من سمو الأمير الوليد العطاء، لأنه أبو العطاء. لا تنسون جمعيات الخيرية، جمعيات الإنسانية، تبرعات وعطاء واهتمام بالجانب الفني اللي هو يخصنا نحن. فحبيت أبشركم أننا بإذن الله مع روتانا وعدت إلى بيتي الجميل. شكرا لك يا سمو الأمير، وربي يحفظك ويخليك ويطول بعمرك. كانت جلسة رائعة البارحة، بحاول أرويكم تعرفون هي خاصة كانت يعني، والخصوصية ما نبها دائما تصل لك لناس كثير، لكن برويكم جزء بسيط اللي يعني بمجرد ما قلنا له بناخذ لقطة على طول البال الواسع والصدر الرحب رحب بالفكرة وخذنا وياه على عجالة كذي. بحاول عليكم يوم، لكن مع شكري وتقديري له مع حبي الكبير اللي كل يوم يزداد، مع أني أنا أعتبره الإنسان يكاد يكون الوحيد اللي مركز على الفن وعلى الفنانين، المهتم بمحطاته وبنشاطاته وبأفكاره اللي أطلعني عليها إن شاء الله الجاي في المستقبل. شكرا لك يا سمو الأمير الوليد بن طلال على كل ما تفعله من أجل الفن ومن أجل بالخير. وبحن بعض اللقطات بحط لكم اللي يعني تمت بيني وبيني على سألة على عجالة مع الحب. شكرا يا سمو الأمير يا الغالي، شكرا. مساكم الله بالخير. اليوم أنا يعني لو أقولكم كم فرحتي وأناستي وابتهاجي وانبساطي وسروري لأني لقيت الشخص والإنسان اللي اهتم بي واهتم بفني واهتم بفن، إذا كان فن الإمارات، ورعاني وأهداني وأكرمني في كل احتفالاته وقربني من بنه ومن من من في مكانه وفي بيته وبين أهله حفظه الله. هذا الإنسان أنا أعتبره الأب الروحي اللي هو هذا العراب اللي من غيره ما شفت حد يهتم بالفن ويهتم بالفنانين. هو طبعا غني عن التعريف، مذوق ولبق وراقي وفي كل وسائل الحياة الدنيا، وكل من يشوفه ابتهج به واستانس. إيديه البيضاء الممدودة في أعمال الخير طبعاً كلكم بتعرفونه وبتعرفونه شخصية وبعطائه المستمر. أنا بس أتكلم عن الجانب هذا البسيط الفني واللي أنا شفته منه
وانتم تعرفون انا ما اجامل، احبه واعشقه واكاد اكون يعني هو الاب الروحي اللي نشر لي اعمالي وشيء. واليوم انا في ضيافتي وفي كرمه هو العزيز الغالي سمو الامير الغالي الوليد بن طلال اللي تسمعوا به هذا قدامي. الله يحفظه. الله يحييك. الله يحييك محلك هذا. الله سمع الكلام. الله يحييك. الحين انا شو ارد عليه؟ ها؟ لاحظتوا؟ كريم في عطاء وكريم في استقبال وكريم في ضيافته وكريم في لبخته وكريم في كرمه وفي دعابته. اما الثقافه اما العلم اما الاطلاع اما الفكر اما العطاء اما الكرم لا تتخبرون. الشكر والحب لك. الله يحييك عبد الله. الله يحفظك يا الغالي. شكرا لك. الله يطول عمرك. شكرا جزيلا. شكرا.